واحد له حرية شخصية ينزل زي ما هو عايز طالما ما بيأذيش الآخرين. أنا نحترم لبسي وأنت بتحترمي لبسك وكل واحد وليه تفكيره وليه منطقه. تنزل للبحر ولا البيسين تلبس مايو، اللي عايزة حاجة تانية تجلس في البيت ما تنزلش، ولا تبني لنفسها بيسين خاص ليها. أنا ده هو رأيي. في نوعيات بني آدمين خدوا على طبع معين مش طبعنا وبيحاولوا يطبقوه هنا وبيعتبروه نوع من الشياكة، وده بقى الغلط. هما حرين بينزلوا بالبيكيني خلاص، لكن اللي بينزلوا بالمايو البوركيني برضو ده عشان ربنا وعلشان خاطر في ناس بتحافظ على جسمها، في ناس بيجي لها حساسية، فواجه الاعتراض ده. كل واحد حر وربنا هو اللي بيحاسب في الاخر، ملناش دعوه بقى. احنا من نفسنا يعني ان احنا ننزل البسين زي اللي بيلبسوا البيكيني زي اللي بيلبسوا وان بيس عادي يعني، بس فانا شايفه لا دي حريه شخصيه، ما لهمش حق ان هم يحكروا علينا بصراحه. بروح مثلا اسافر بره ما حدش بيتكلم معايا في حاجه زي دي، اجي هنا في بلدي اللي هي اصلا المفروض ان احنا مش مثلا انا مش غريبه يعني، انا المفروض بره مثلا كمسلمه واحده غريبه، لكن احنا هنا كلنا اصلا او مش كلنا بس نسبه كبيره من المسلمين، الاقي حاجه زي دي عنصريه وملهاش علاقه حتى بالدين. دي حريه شخصيه، انا ما ضريتش حد، وطالما انا الخامه اللي بنزل بيها مناسبه للحمام السباحه خلاص. هي نفس خامه المايو العاديه يعني، ولا هيمنعونا احنا كمحجبات اللي احنا محبسين او بحر؟ خلاص يعني ما ينفعش طبعا. لو كل واحد بس فكر في انبساطه الشخصي بس هيتبسط، والكل اللي حواليه هيتبسطوا.